حياكم الله مشاهدينا الكرام. أغلب الرجال الأغلب بعد التقاعد يقعد بالبيت. ضيفنا اليوم بعد التقاعد سلك طريق آخر. خلينا نشوفه وياكم في هذا التقرير. إذن ضيفنا كسر الفكرة التقليدية عن الرجل المتقاعد. لقائنا حاليا مع الأستاذ عبد الله العجيل. أبو فهد حياك الله معنا في برنامج الظهيرة، وشكرا على الهدية الحلوة اللي قدمتها لنا. أنا شاكر لكم ومسيكم بالخير ومسي المشاهدين الكرام. يا هلا والله أبو فهد، حياك عافيك. يعني احنا سوالفنا تحت الهواء وقلت لك فهد متى بلشت شغل النجارة، أو متى فكرت أنك تشتغل النجارة؟ هل هذه المهنة كانت عندك أو الهواية كانت عندك من قبل؟ قلت لي لا والله بعد التقاعد أنا تعلمت من الصفر. يعني نعم. شلون بدت أول شيء الفكرة؟ شلون جتك فكرة أن أنت أنا بشتغل؟ يعني في أغلب اللي يتقاعدون يقول لك خلاص أنا خدمت ما فيه الكفاية، ما شاء الله أنت خدمت كم سنة؟ 33 سنة. الله يعطيك الصحة والعافية. فيقول لك خلاص أنا برتاح. والله في الحقيقة يعني قبل التقاعد أثناء العمل أنا كنت أيضا لي علاقة في الأمور الفنية. أنا كنت تعلمت برنامج الفوتوشوب واشتغلت تقريبا 18 سنة مصمم بالفوتوشوب. اشتغلت في مكتب الشهيد، اشتغلت بوزارة الدفاع في مطبعة وزارة الدفاع، كنت أنظم بعض الحملات الانتخابية، فكان لي علاقة في التصاميم وفي الأمور الفنية اللي تتعلق بالتناسق الألوان والفن وطباعة المنشورات. بعد التقاعد حقيقة أنا ما كنت أحب أني أنا أقعد وما عندي أي شغلة، يعني الواحد لابد أنه يطمح للأفضل أو أنه يجد له طريق آخر بعد التقاعد. فسبحان الله يعني سبب سقوط الشيرة كان وقت سرايات بالشاليهات عند صديق بالشاليه، طاحت الشيرة فقلت لابد أني أستفيد منها. الشيرة ما شاء الله ضخمة كينة، فبديت تقطيعها، قلت يمكن أوديها أسوي منها كراسي للحديقة، طاولة للحديقة، أتعلم. دخلت على اليوتيوب تعلمت، فكانت هنا نقطة التحول أو نقطة البداية للعمل هذا. والله الحمد يعني استمريت تقريبا سنتين أو سنة ونص وأنا أتابع اليوتيوب، أسأل وأشتري وراسل، إلى أن الله الحمد الله وفقني وأني تعلمت هذه المهنة. الله الحمد. جميل. لكن فعلا اعتمادك كان كليا على اليوتيوب؟ طبعًا. يعني ما حاولت مثلا تتعلم شوي من نجار بشكل عملي قدام عينك؟ معقولة اليوتيوب كان هو الشيء الوحيد اللي أسست نفسك عليه؟ أنا أسست تقريبا من شغلي هذا كله 50% إلى 60% من اليوتيوب. حلو. بس كان البداية لازم تكون من اليوتيوب عشان أتعلم الأساسيات، لكن هذا ما يمنع أني أنا أسأل، أروح شوي أشوف المناجر، أسأل عن الآلات، عن المعدات اللي تنفع كل شغلة. عندي شباب أيضا تعرفت عليهم أسألهم وتبادل خبرات معهم. أيضا في سفراتي وأنا أستورد الخشب تعلمت، خذيت دورة في الصبغ، أسأل هناك عن أنواع الخشب، طريقة قصها، فكل هذه المعلومات عالم كبير. بالضبط. تتعلم تفاصيل عديدة. نعم. فهد عشان توصل لقطعة واحدة. نعم نعم نعم، في أمور كثيرة الإنسان يتعلمها، يعني حتى أيضا في الخشب في أمور كثيرة. في ناس تعمل قطع صغيرة، مباخر، تعمل صواني صغار. نعم. لكن أنا الآن تخصصت في أمور صغيرة جدا اللي هي الطاولات الأحجام الكبيرة، 4 متر، 3 متر، أمور فنية ثانية أخرى أيضا. لكن كل شغلة لها مهمة ولها آلاتها ولها اكسسواراتها. يعني بلشت يعني نفس شغل الأثاث وهذه الأمور كلها؟ أنا ما لي علاقة بالأثاث. الأثاث ككبتات، ككراسي، كغنفات، أنا ما لي علاقة فيها. أنا أتكلم عن الخشب الحر الصلب، لأن الأثاث يدخل فيه بعض ألواح اللاتيه والأم دي أف. إحنا قاعد نشوف الحين هذه الطاولة. هذه خراطة أيضا تعلمت الخراطة منها. هذه طاولة، هذه أول طاولة سويتها حق البيت. نعم. هذه شكلها كذي تبرد يعني يصير هي خشب. نسوي له قالب معين على حسب الحجم اللي نبيه، وننظف الخشب ونحطه ونصب عليه. هي الأساس في الشغل كله هي مادة الإيبوكسي اللي تشوفون ألوانها هذه. الألوان ولا اللمعة؟ لا، الألوان اللي مثل الرخامتي الإيبوكسي اللي يسمونه الرزن الإيبوكسي. فهذا أيضا له المقياس أيضا بالخلط مع المنشف، ولا طريقة تعامل معين، ولا طريقة تعامل بعد ما ينشف في الصنفرة والتنعيم. وأيضا في الفينيشنج، فيصير عندنا الطاولة متكاملة من الخشب والإيبوكسي. يعني كم تأخذ وقت
انك تسوي طاوله تقريبا؟ اذا كان مثلا مترين 3 امتار تاخذ معي من اسبوعين الى 3 شغل. طبعا الايبوكسي ايضا لابد انه ينشف وياخذ الكيور اللي هو التشافي مده اسبوع. نصنفرها في الماكينه الكبيره السي ان سي، بعد الصنفره نعالج كل مشاكلها ونبدا صنفره فيها، وتحتاج اذا تحتاج الى صب ايضا في التوب، يعني تاخذ لها اسبوعين الى 3 اسابيع باذن الله تعالى. بس ابو فهد انت اللي عارفه ان انت تشتغل بروحك. اي نعم. ما عندك عماله ولا شيء، لان الشغل عندك بالبيت وبروحك تشتغل هذا الشغل كله. اي نعم، انا رافض العماله لان انا يعني اشتغل بيدي واحب اخلص القطع بيدي، فاذا جبت عماله ممكن يساعدوني لكن ما راح احس بشعور السعاده في الشغل، المتعه في الشغل بيدي. بس ابو فهد عندك طاوله وزنها 600، هذه قصتها قصه. هذه يعني 600 كيلو كنا، هاي طاوله تقريبا من 550 الى 600 كيلو سويتها ما شاء الله. بسماكه 8 كيلو خذت تقريبا 200 لتر ايبوكسي. طبعا على بالمناسبه الايبوكسي جدا مكلف. يعني اللتر في السوق يوصل من 5 دنانير الى 20 دينار اللتر. هي خذت 200 لتر. بعد ما عملتها طبعا ثقيله جدا، فاساس اقلبها احركها اني اصنفرها من تحت، فكنت مضطر اني استعين بعماله تيني 7 أو 8 أشخاص بس يقلبونها ويمشون. بس يقلبونها بس عشان انا اكمل شغلي، واذا خلصت الوي هذا هم اناديهم مره ثانيه عشان يقلبونها. وطبعا هاي كلها تكاليف. أكيد. طبعا كلها تكاليف اكيد، بس يعني لازم اني ادخل في الريسك هذا ان نعمل هالطاولات الضخمه هذه. انا لله الحمد يعني الطاوله اللي عملتها هي الطاوله الوحيده في الكويت اللي تعتبر رزن. في طاولات 4 متر و5 متر لكن اللي هي هذه اللي هي البوكسي. اي نعم اي نعم السوداء. زين فهد قبل ما تكمل، هي شنو الهدف منها هذه اللي سويتها الوزن 500 كيلو او 600 كيلو؟ هي راح تكون مثلا للبيع؟ هي مبيوعه حق زبون. اوكي. مبيوعه هي اوردر يعني، لكن هي الوزن اي من الخشب يعني 4 متر خشب سماكته 8 9 سنتي جدا ثقيل، وايضا الرزن يعني تتكلم عن 200 220 كيلو فقط رزن او ايبوكسي. ريولها تقريبا ايضا تي 80 50 60 كيلو حديد 4 و8، فثقيله جدا. يعني اضطرينا في النهايه الى 12 شخص يشيلونها من سرداب عندي الى الزبون في سردابه، فكان يوم متعب يعني ان 600 كيلو تنشال بالسوق. نعم ابو فهد، الحين الورشه هذه في البيت؟ اي نعم، بكل معداتها كل ادواتها. لكن انا ايضا حابه اتعرف على انواع الخشب اللي انت تستخدمها ومن وين تجيبها. طيب احنا في الكويت عندنا تقريبا 4 أو 5 انواع من الخشب الاساسيه. نعم. اللي هي الاثل، كينا، البرهامه، الصفصافه، والكينا كاربس. هذه 5 انواع رئيسيه. ولكن الخشب او الشجر الموجود في الكويت ما يجي بسمكات كبيره جدا. يعني ان ذبح نفسه 50 الى 60 سنتي هذه اقصى شيء واكبر شيء، ما تنوجد بكثره. فاضطريت ان احنا اني انا اروح الى اندونيسيا استورد اخشاب انواع ثانيه وباحجام اخرى واطوال اكبر. فجبت على 4 متر 3 متر، العرض على 90 100 متر 100 سنتي، وهذه غير موجوده في الكويت ولها سوق. طبعا انا سوقي مو السوق مثلا يعني بالشركات كذا، اللي هم باجي الورش الشباب اللي يشتغلون. للعلم يعني موجود بالكويت تقريبا من 30 الى 40 ورشه شباب كويتيين وبنات يشتغلون بهالمهنه هذه. ما شاء الله. طبعا البنات يشتغلون في امور صغيره لكن الشباب يشتغلون، فهذا كان سوق لي ان اتعاون مع الشباب ان ياخذون مني الخشب، ايضا الى ان نعمل بعض الاوردرات، والله الحمد كان خشب جيد. وايضا الان انا من اسبوعين جيت من قرغيزيا وسويت اوردر هناك ايضا خشب، وراح يوصل ان شاء الله بعد شهر باذن الله تعالى، لان احنا تنقصنا بعض المقاسات الكبيره اللي مو موجوده في الكويت. في هذه الدول تلقى الشجر كبير جدا واحجام ضخمه. قاعد نشوف اي نعم الصوره مثل هذه، هاي كانت في اندونيسيا. ما شاء الله. في اندونيسيا وانا منهم تعلمت طريقه القص وطريقه بس ابو فهد القطعه اللي تسويها ما تسوي نفسها يعني واحده ثانيه تقريبا، لان يمكن الخشب يختلف او قصه الخشب تختلف. هو للعلم لو من نفس الشيره اقص قطعتين راح يختلفون من ناحيه الشيب من ناحيه ايه. العروق صح. فما في خشبه تشابه خشبه ثانيه، فأي طاولة نعملها ما راح تكون لها
مشابه ابدا الا في اختلافات بسيطه او اختلافات كليه. ابو فهد خلينا نرجع وياك شوي للفوتوشوب يعني يمكن صممت بعد طوابع وكذا. في مكتب الشهيد انا صممت 18 طابع باسم مكتب الشهيد لوزاره الماليه. نعم. صاروا باسمي انا ولله الحمد. الحين قاعد تشتغل على الفوتوشوب ولا خلاص صارت؟ لا اشتغل خفيف بس الحين هذا الشغل الخشب وخمس اهتمامك اكثر. نعم. ايضا اعددت كتاب كامل اسمه الاطلس السياحي، جمعت فيه تقريبا 1200 فندق ومنتجع سياحي، صممته بالكامل وسوقته بالكويت بالفوتوشوب. ايضا اعددت 3 برامج كمبيوتر سنه 96 ايام ما اول ما نزلت الويندو 95، ما كان في برامج عربيه، كان السوق محتاج برامج عربيه، فاتفقت مع شركه سعوديه في جده واعددت لهم 3 برامج كمبيوتر، منها موسوعه الانساب، معنا موسوعه المواقع واحداث سنه 2000، فاعددت 3 برامج كمبيوتر وسوقتها ايضا جدا، فكان لي نشاط لله الحمد يعني من قبل التقاعد باذن الله. جميل. بس ابو فهد يمكن بالبدايه تكلمنا انا وزميلي فهيد عن الصوره النمطيه اللي احنا نعرفها عن الرجل المتقاعد وشلون يعني تقريبا نشاطه ينتهي مع انتهاء عمله او فتره ما بعد التقاعد. انت شلون قدرت تكسر هذه الفكره؟ طبعا احنا الحين عرفنا شلون، لكن هذا الشعور اللي داخلك والشخصيه اللي موجوده عندك شلون قدرت انك ما تكون جزء من هذه الصوره؟ اثناء عملي من اول ما تعينت الى ان تقاعدت انا كنت متعود اني انا اشتغل الصبح وعصر، الصبح طبعا في وزارات الدوله. نعم. وزاره الدفاع، اما العصر كان كنت طوعت في مكتب الشهيد، كنت اعمل في بعض الحملات الانتخابيه، كان لي بعض الانشطه الخاصه فيني مثل برامج الكمبيوتر اعدها، اشتغل تصاميم. بعد التقاعد وانا انصح كل متقاعد اذا كان عنده قدره وكان عنده بعض الموهبه انه ينميها او حتى انه يتعلم شيء جديد. بالضبط، ما انت تعلمت شيء اساسا. ليش لا؟ ليش مو موجود؟ لا؟ انا ارفض من داخلي اني انا اتقاعد معناتها اني انا حدودي البيت وما اطلع. انا رافض هذه الفكره. إذا كان عندي بعض الأمور اللي أنا ممكن أسويها، ليش لا؟ نتعلم. اليوتيوب يعلم كل شيء، الحياة تعلم كل شيء، في أمور كثيرة الواحد يقدر يتعلم منها، فليش لا؟ احنا نتمنى ابو فهد يعني نشوفك ان شاء الله مو بسرداب البيت، ان شاء الله نشوف لك مصنع ان شاء الله باذن الله تعالى، عندك العماله وقاعد وموجود وانت تشتغل وياه باذن الله تعالى. هناك توفيق وكل الشكر لك على الهديه. حياكم الله، تستاهل حلوه. تسلم فهد، اسلم عليكم وعلى كل المشاهدين باذن الله تعالى. شكرا مشاهدينا، خلينا نشوف معنا التقرير وراجع لكم ان شاء الله.